نظم صندوق الامم المتحده بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي مؤتمرا لتسليط الضوء على دعم الاتحاد الاوروبي لاستراتيجيه مصر القوميه للسكان، والتي بدات في عام 2018 وقد اختتمت فعالياتها اليوم. تعمل الاستراتيجيه الوطنيه للسكان على تعزيز خدمات تنظيم الاسره وتثقيف الشباب والسكان في سن الانجاب بشان تنظيم الاسره. في اطار العمل على تعزيز استراتيجيه مصر القوميه للسكان نظم صندوق الامم المتحده بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي مؤتمرا لتسليط الضوء على دعم الاتحاد الاوروبي للاستراتيجيه الوطنيه للسكان والتي بدات في عام 2018 واختتمت فعاليتها اليوم دعم مالي وفني يستهدف تحسين فرص امداد خدمات ومستلزمات تنظيم الاسره وتشجيع الاقبال على تنظيم الاسره الى جانب بدعم حوكمة الاستراتيجية الوطنية للسكان إن القضية السكانية لديها أهمية للاقتصاد والتنمية في أي مجتمع ونحن نتفق مع الحكومة المصرية على هذه القضية ونواجهها بوعي وهذا المشروع يساعد على تنمية السكان وأهم مكون فيه هو التوعية السكانية خاصة الشباب. الاستراتيجية الوطنية للسكان تعمل على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتثقيف الشباب والسكان في سن الانجاب بشان تنظيم الاسرة وزيادة الوعي العام بمزايا الاسر صغيرة الحجم، إلى جانب تدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان. هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ومبني على قصص واقعية في مصر. هذا المشروع أيضا تم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والعديد من الجهات المعنية الأخرى. تأتي أهمية هذه الاستراتيجية في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة إلى جانب تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري